بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث ابتدائي، أجدد الترحاب بكم في درس جديد من سلسلة دروس مادة التربية الإسلامية، واليوم مع درس الاستجابة بعنوان أذكر الله أدعو الله في صلاتي. أعزائي، وكما لا يخفى عليكم جميعا، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام التي أمرنا الله بها في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما حثنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على التمسك بها وعدم التقصير في القيام بها وأدائها على أكمل وجه. ومن أهداف درسنا لهذا اليوم أن نتذكر مكتسباتنا عن الصلاة، وأيضا أن نتعرف أهمية الدعاء في الصلاة. الآن أعزائي، وكما جرت العادة على ذلك، نبدأ حصة اليوم بقراءة وضعية الانطلاق صفحة 74. سأقرأ الوضعية. يقول الله تعالى في سورة الإنسان الآيتان 25-26: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إذن أعزائي، ذكر الله هو الهدف من الصلاة، فبماذا أذكره وبماذا أسبحه؟ الصلاة معناها الدعاء، والدعاء أعزائي هو طلب المغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادات، من صلاة وزكاة وصوم وحج وقراءة للقرآن وتسبيح وتحميد وغيرها من أنواع الطاعات الأخرى. الآن أعزائي، ننتقل معا إلى أنشطة التعلم. أتذكر مكتسباتي عن الصلاة. بماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى في الآيتين الكريمتين؟ ما هو لفظ التسبيح في السجود؟ في حصة سابقة تعرفنا أعزائي على بعض فرائض الصلاة، وقلنا منها النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الطمأنينة، ترتيب الفرائض، ثم السلام. إذن ندعو الله سبحانه وتعالى في صلواتنا ونذكره أيضا في سجودنا. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بأدعية ندعو بها الله تعالى في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لذلك أوصانا عليه الصلاة والسلام بكثرة الدعاء. نستخلص مما سبق أعزائي: أذكر الله في صلاتي. في ركوعي فأقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. في سجودي فأقول: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم أدعو الله بالدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. كما أوصانا عليه الصلاة والسلام بالدعاء دبر كل صلاة بقولنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى هنا أعزائي، نأتي إلى نهاية حصة اليوم وإلى حصص جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.